القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي ابتداء من 13 ليوم 15. طبعا بنغطي مع حضراتكم أبرز الفعاليات، أبرز النقاشات، أبرز الأحاديث الدائرة هنا في دبي ومتعلقة بموضوعات كثيرة. واحد من أهم الموضوعات اللي بيتم التركيز عليها في هذه القمة وناسنا منشغلة بها جدا هو الجانب الثقافي. نقاشات كثيرة بتدور حوالين الجانب الثقافي وحوالين الهوية الثقافية وحوالين رؤى الشباب وطموحات الشباب، وأبرز جزء في المناقشة دي أو في يعني المجال ده هو اللغة، لأنه اللغة هي جسر للتواصل بين الشعوب بين الأفراد وبعضهم البعض. اللغة أيضا لها إشكاليات، واللغة بتتطور وبتتغير وبتتقدم طول الوقت. لذلك أنا سعيدة النهاردة باستضافة شخصية الحقيقة لها علاقة مبتكرة جدا بلغة الضاد، مبتكرة وجميلة في نفس الوقت. يسعدني الترحيب بالأستاذة هنادة طه، مديرة مركز زاي لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد. أهلا وسهلا بك على شاشة المحور. أهلا بك، شكرا جزيلا على هذا التقديم الجميل. سعداء باستضافتك الحقيقة، وكان حديثك ملهم جدا في الجلسة. الأول كلمينا عن الجلسة وموضوعها. الجلسة أنت كنت متحدث رئيسي فيها، أبرز الموضوعات أو رؤوس الموضوعات في هذه الجلسة. الجلسة كانت عن ثنائية اللغة والشباب، وعندما نتكلم عن اللغة طبعاً اللغة العربية. وتكلمت عن أنه كيف عادة نحن دائماً نسأل ما الذي ممكن أن يعطيه الشباب للغة. لازم تتكلموا عربي، لازم تحكوا فصيحة، يجب أن تدرسوها وهكذا. الذي قلته لهم أنه خلينا نفكر مرة ما الذي ممكن أن تعطيه اللغة لكم. اليوم نحن في عالم عربي يتكاثر، يكبر عدداً وأيضاً قدرات من حيث الأعداد. ربما على 2100 سنة 2100 يصبح العدد الشباب العربي لدينا تقريباً بالثلاث أرباع مليار شخص عربي، معظمهم من الشباب. فلدينا فرص، بالتالي في فرص هائلة كثيرة تقدمها اللغة لنا من حيث صناعة المحتوى الرقمي، الإعلامي، الإعلاني، الترجمة، الأفلام، الدوبلاج، التعليم، التعليم الترفيهي، أشياء وفرص كثيرة بانتظار الشباب إلى أن يأخذوها بالعربي. مع أنه كل النقاط اللي ذكرتيها سواء التقدم التكنولوجي، الدوبلاج، أحياناً بينظر لهذه التقنيات أو هذه التطورات أن هي هتيجي على اللغة العربية. أنا بالنسبة لي في الحقيقة المسائل الدوبلاج والأفلام والمحتوى وكل هذا هي تابعة لفرص ريادة الأعمال. يعني في عالم ريادة الأعمال والفرص يقولون إنك إن لم تقتنص الفرصة أنت ولم تبدأ بهذا العمل أنت، سيأتي واحد آخر ويفعل ذلك. فرأيي إنه بدل أن ننتظر أو أن نرى أن الأجانب هم بدأوا يفعلون للغة العربية أشياء ويقتنصون هذه الفرص، لا، نريد من شبابنا العربي أن يقتنص هذه الفرص وهو يبدأ بكل هذه المسائل، الدوبلاج، الترجمة، المحتوى الترفيهي باللغة العربية. علينا أن نفعل ذلك، والفرص متاحة وموجودة بكثرة. في ناس بتبص للغة العربية على اعتبارها جسر للتواصل أو يعني طريقة للتعبير عن النفس، وناس تانية بتعطي أهمية أكبر وأعمق للغة العربية باعتبارها يعني الطريقة لحفظ التراث والهوية العربية. في إشكاليات كتير مرتبطة بالمسألة دي. حضرتك بتشوفي أهمية اللغة العربية إزاي؟ يعني اللغة هي كل ذلك. اللغة هي أكبر من الهوية. أنا برأيي اللغة هي أنت. يعني انسى الهوية، كيف تعبر عن نفسك؟ كيف اليوم على فكرة هو يوم الحب، فالنتاينز داي. طيب معقول تقول I love you حتطلع بنفس الحرارة والروح لما تقول بحبك أو بحبك أو غير اللغة العربية ليست فقط لأجل أن نعرف التراث أو أن نعرف الشعر العربي، كل هذا مهم وكل ذلك تمام، ولكن بالنسبة أيضا للدين، للمسلمين مثلا، كيف سيفهمون القرآن؟ كيف هل يقرأ القرآن باللغة الإنجليزية؟ خلي الإنجليزي تنفعه. فبالنسبة لي العربية هي أنت، هي جذورك، هي كيف تعبر، كيف تحب، كيف تغضب، كيف تفكر، كيف تدرس. يعني بالعربي خليه ترجم لي مثلا لما نقول من عيوني على راسي، كل هذه
أشياء عيني بالمصري تقول تترجمها my eyes ما إلها معنى. فالعربي هي أنت، هي تخترق كل خلية من خلايانا المفروض بطريقة تعبيرنا وكيف نتواصل. رائع أنك ذكرتي موضوع الكلمات العامية، لأنه دايماً في اللغة كل يوم في كلمات إحنا بنحتار نبص لها إزاي. هل هي كلمات دخيلة على اللغة العربية؟ هل لازم نستخدمها؟ هل هي بتبتذل اللغة العربية أو بتخفض من قيمتها ومن يعني قدرها ومستواها؟ الكلمات العامية هل هي خطر على اللغة العربية؟ جميل. أولاً كي أوضح جداً، أنا من أكبر أنصار الفصيحة. أنا الفصيحة بالنسبة لي موسيقى، ولكن الفصيحة والعامية هما وجهان لعملة واحدة، هي اللغة العربية، هي بشقيها، مثل واحدة مع مكياج وواحدة بدون مكياج مثلا. والعاميات أيضا أصولها في كثير من تلك الكلمات هو فصيح. يعني فلنأخذ بالمصرية مثلا، تقولون بص وبص، هي من الفصيحة آتية من بصيص. ولما نقول مثلا القماش الشيفون، هي آتية من يشف شفاف. الشيفون دي احنا فاكرينها فرنساوي، أبدا هم أخذوها عنا، هي أصلا من عندنا. لما نقول بالمصري تقولون الجنينة، هي جنينة تصغير جنة، فهي فصيحة. لما تقول عاوز أروح، هي من أروح من مرواح، وهي فصيحة. فالكثير من الكلمات التي تقال بالمصرية واللبنانية والخليجية هي أصولها فصيحة بالكامل، لكن نحن ننسى ذلك ونصير نضعهم في حرب، وهما أبدا ليستا في حرب. أنت بتشوفي أن الكلمات العامية مش مضرة، وبالعكس لازم نستوعبها، وأنه بعضها ممكن يبقى له علاقة أو أصل في اللغة العربية الفصحى، لكن إيه أغرب كلمة عامية سمعتيها وقلتي لا دي بقى ملهاش علاقة وما ينفعش نستخدمها ولا عربي ولا فصحى؟ لم أفكر بذلك حقيقة، ولكن أحسنتي. أكيد في كلمات، مثلا أنا لم أحب كلمة روش، أحتاج أسمعها حديثا في الأفلام والمسلسلات المصرية، لم تعجبني في شيء على السمع، موسيقاها ما حبيت، بس ربما هي فصيحة لا أعرف، علينا أن ننظر. وطلع حاجات بعد روش كمان، مش عايزة أقولك عشان أكيد مش عايزة أخدك. أكيد. لكن مثلا بلهجتي اللبنانية نقول، وهي أحبها، أشعر بأنها جدا لطيفة، شوفي ما في. يعني إيه بقى؟ يعني ما الأخبار؟ في إيه يمكن؟ لا أعرف ماذا تقولون لي؟ شوفي ما في، ما الأخبار؟ ما آخر الأخبار؟ واتساب. أنت عارفة برضو خلتيني أفكر في حاجة، إنه حتى كمان ملوش علاقة بس بالعامية، ده في بعض الكلمات اللي إحنا بنستخدمها ليها مدلول ثقافي بيختلف من دولة للتانية. إحنا مثلا في مصر نقول عامل إيه؟ عامل إيه نقصد بيها أخبارك إيه؟ إزيك؟ في لبنان بتحمل معنى مختلف تماما. 100%. وطبعا هنالك تأثيرات كولونيالية كما نقول، إن كان تركية، إن كان إنجليزية، إن كان فرنسية، دخلت على كل لهجاتنا العربية وعربناها. يعني منقول حكنسلك مثلا كنسل، فعربنا صرفنا كنسل، صرفناها باللغة العربية، وغيرها كثير أيضا. وهذا يعني هي لغة حية، اللغة الحية هي اللغة التي تدخل إليها كلمات جديدة وتخرج منها كلمات لا تستخدم أو منفرة أو ثقيلة. فلغتنا العربية لمن لا يعرف هي حية جدا بشبابها، بالشباب الذي يستخدمها وهكذا. النهاردة إحنا بنشوف الأطفال كلها مهتمة بتعلم اللغة الإنجليزية، الأهالي مهتمين هم يعلموا ولادهم إنجليزي، الكرتون باللغة الإنجليزية، الموسيقى، الأفلام، كل شيء. هل اللغة العربية في خطر، أو هل في اهتمام باللغة الإنجليزية على حساب اللغة العربية وبقائها واستمرارها؟ هلا طبعا اللغة الإنجليزية هي لغة من نظنهم بأنهم أفضل، أفهم، هم لغة الرابح، ولكن علينا أيضا نحن أن نصنع صناعات لها علاقة باللغة.
يعني من هنا أقول هنالك فرص هائلة للمحتوى الترفيهي العربي، الوجود رسوم متحركة باللغة العربية وبالفصيحة اللطيفة الخفيفة التي لربما تدخل إليها بعض العامية، نحتاج إلى الكثير من ذلك، هي فرص أمام الشباب اليوم. اللغة الإنجليزية حتما تزاحم لأننا نراها لغة هوليوود ولغة الأشياء الممتعة، وما عندنا الصناعات بعد التي هي على نفس المستوى. ولكن أنا أقول نحن بحاجة إلى لغتين، إلى لغة عالمية إنجليزي أو إسباني أو صيني أو الذي هو، ولكن أولا نحتاج إلى أن نكون متجذرين بلغاتنا. أنا من الأشخاص مع ثنائية اللغة 100%، لكن أولا أول شيء العربي. انت النهارده بتقولي لي ان اللغه حيه ومتطوره وغير تقليديه ومبتكره، لكن الكلام ده ازاي يترجم الى المناهج التعليميه وازاي نقدر نوصله لكل الناس باختلاف المراحل التعليميه او باختلاف الاعمار؟ ممتاز. طبعا لان المشكله لدينا لربما ليست باللغه العربيه تحديدا، المشكله لدينا انا اقول بالتعليم. تعليم اللغه العربيه لم يكن حتى الآن ناجحاً بشكل يستطيع أن يعلم، يعني منعلم لكن لا يتعلمون. ليس المهم أن نعلم ولكن المهم أن يتعلم الطفل. فتعليم اللغة، المناهج وتدريب المعلمين، هذان شيئان جداً مهمان، أن يكون معلم مدرب يعرف كيف يعلم جيداً، وأن يكون تكون لدينا مناهج أو كتب مدرسية ممتعة. النصوص هذه الخرساء، نحن نشتغل كثيراً على نصوص خرساء لا طعم ولا لون ولا رائحة ولا أبداً، ماشي، يجب أن نحافظ على البيئة. نحن نستطيع أن نفعل نفس المفهوم، أن نمرر مفاهيم أخلاقية وبيئية ووطنية، ولكن بنصوص خفيفة الدم بالضحكة. وطبعاً أهل مصر هم أهل الضحكة وأهل النكتة. الضحكة والخفة والرشاقة في اللغة تكسبك هذا الطفل، مش ضروري أن ويجب. والدرس الذي استفدناه من هذا النص هو ألا نرمي الأوساخ على الأرض. ما بينفع مع أطفال اليوم وهذا الجيل اللي عنده العالم مفتوح أمامه. نحتاج إلى نصوص خفيفة الدم. ذكرت لك كتبنا نصا مهضوما عن رسالة كتبها صحن البطيخ للطفل الذي سيأكل صحن البطيخ، والطفل كتب أيضا رسالة للبطيخة. أشياء من حياتهم اليومية، نريد أشياء حقيقية منها يتعلمون القيم التي نريد، وليس أشياء تنزل بمظلات هكذا علينا ما إلها ارتباط بحياتهم. صحيح. يقال دايما أنه التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. إيه أحسن سن نبدأ نعلم فيه الولاد اللغة العربية بالطريقة المبتكرة دي وبالطريقة الجديدة دي؟ طبعا أنا أقول لأولياء الأمور، للأمهات، للآباء، منذ عمر صفر، منذ أن يولد الطفل، اقرأوا له بالعربية لطفا، نصوص حلوة، غنوا له بالعربية، استعملوا، يعني احكوا معهم بالعربية. مسألة أن يتكلموا معهم بالإنجليزية هذه من أكبر الأخطاء التي نرتكبها، هذا أولا. اثنين، في المدارس طبعا أهم عمر وأهم صفوف هي حتى الصف الابتدائي الثالث. يقولون بأن الطفل إذا دخل الابتدائي الرابع وهو غير متقن للقراءة، لم يصل إلى الطلاقة نسميها، إذا لم يصل إلى الطلاقة مع بداية الصف الرابع سيظل متعثرا في التعلم طوال حياته. فنحن نحتاج إلى أن نركز على هذه الصفوف الأولية، لأن التعلم والانطلاق إلى تعلم مواد أخرى التي تعلم بالعربية يبدأ من الصف الأول ومن الرابع.